معلومة طقسية. طقس صلوات اليوم سنوي. صلوات الأجبية بالقداس حتى الساعة 9. الصوم يجوز فيه الصوم الانقطاعي ولا يؤكل فيه سمك. الألحان جي اف ميفي وتيشوري، ويقال لأنك أتيت وخلصتنا. القراءات تقرأ فصول اليوم من القطمارس السنوي، الأوشية الموسمية، الزروع والعشب. التوزيع المزمور 150 والمدائح بالطريقة السنوي. ختام الصلوات اسمه إنسيتي نمنسيم، بارك الزروع والعشب. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم الرابع من شهر هاتور المبارك، أحسن الرب استقباله وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديسان يوحنا ويعقوب أسقفا بلاد فارس في عهد صابور ملك الفرس في القرن الثالث المسيحي. طلبهما الملك للسجود للشمس والنار فلم يطاوعاه، وكان يعلمان الشعب الثبات على الإيمان بالسيد المسيح، فأمر بتعذيبهما، وأخيرا أمر الملك بطرحهما في النار. فنال أكاليل الشهادة هما وجماعة كثيرة من القديسين. بركة صلواتهم فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استشهد القديس توماس أسقف دمشق، بركة صلواته فلتكن معنا، أمين. وفيه أيضا استشهد القديسان أبي ماخس وعزاريانوس، بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين. من مزامير أبينا داود النبي، بركاته على جميعنا. موسى وهارون في الكهنة، صموئيل في الذين يدعون باسمي، كانوا يدعون الرب وهو كان يستجيب لهم بعمود الغمام، كان يكلمهم هللويا. الإنجيل المقدس، فصل من إنجيل معلمنا مار يوحنا البشير التلميذ الطائر، بركاته على جميعنا. الحق الحق أقول لكم، إنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح، أنتم ستحزنون ولكن حزنكم يتحول إلى فرح. المرأة وهي تلد تحزن لأن ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولدت الطفلة لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح، لأنه قد ولد إنسان في العالم.
فأنتم كذلك عندكم الآن حزن، ولكني ساراكم أيضا فتفرحوا قلوبكم، ولا ينزع أحد فرحكم منكم. وفي ذلك اليوم لا تسألونني شيئا، الحق الحق أقول لكم، إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم، إلى الآن لم تطلبوا شيئا باسمي، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. قد كلمتكم بهذا بأمثال، ولكن تأتي ساعة حين لا أكلمكم أيضا بأمثال، بل أخبركم عن الآب علانية. في ذلك اليوم تطلبون باسمي، ولست أقول لكم إني أنا أسأل الآب من أجلكم، لأن الآب نفسه يحبكم، لأنكم قد أحببتموني وآمنتم أني من عند الله خرجت، خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم واذهب إلى الآب. قال له تلاميذه: هو ذا الآن تتكلم علانية ولست تقول مثلا واحدا، الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. أجابهم يسوع: لأن تؤمنون، هو ذات ساعة وقد أتت الآن، تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته، وتتركونني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الآب معي. قد كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام، في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. والابن والروح القدس الاله الواحد امين. النهارده تحتفل الكنيسه باستشهاد القديس يوحنا والقديس يعقوب اسقفي فارس، عشان كده تاكد على الكهنوت. نلاقي مزمور عشية يقول: رفعت مختارا من شعبي وجدت داود عبدي،
مسحته بدهن المقدس، لأن يدي هتعضده. يبقى ربنا بيختار حد بيسنده، يبقى في كانود اختيار وتعضيد من الله لمختاريه. نمرة 2 نلاقي باكر المزمور يقول كده: كهنتك يلبسون العدل. الكاهن يتسم بالعدل ويقول أبرارك يبتهجون في بهجة، في فرح، رغم الضيقات في فرح. مزمور القداس يقول موسى وهارون في كهنته وصموئيل الذين يدعون باسمه. يعني الكهنوت كان في العهد القديم ويقارن بعد كده في كهنوت العهد الجديد. نلاقي عشية كلمة لسان المسيح على الضيقات: لا تظن أن جئت لألقي سلاما على الأرض، أن جئت لألقي نار سيفا، يعني الاضطهاد والضيق لأولاده. يقول أعداء الإنسان أهل بيته، بالضبط زي لو خدتوا بالكم من الفيلم بتاع القديسة بربارة، أن هي أمنت بالمسيح لكن أبوها كان ضدها وبيضطهدها، فعشان كده يفرق الإنسان ضد أبيه وبقى فيه فرقة بسبب الإيمان مش بسبب العداء والشر. لا، يقول بقى: من أحب أبا أو أما أكتر مني فلا يستحقني. يعني لو واحد زي القديسة بربارة كده أمنت وعرفت ربنا، صعب إنها تبدي ربنا عن أبوها. أبوها زعل منها أيوة بيضطهدها، لكن من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، من أحب ابنه أو ابنه لا يستحقني. ده لازم نبقى عارفين كده كويس قوي إن محبة ربنا نمرة واحد. وزي ما سألوا إن هو وصيتين أعظم، هي تحب رب إلهك من كل قلبك، نمرة 2 قريبك كنفسك. مزمور باكر بقى يتكلم، نزل معهم وقف في موضع سهل، يعني مش جبل، سهل يعني حاجة واطية كده هو، غير أما كان بيعلم في على الجبل في الموعظة على الجبل. موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب. بعد هو معاهم اجتمع معاهم، يقول رفع عينيه إلى تلاميذه، يبقى تلاميذه كان قاعدين في ناحية كده جنبه ناحيته يعني. رفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين بروح، لأن لكم ملكوت السماوات. يا بختكم، بيكلم تلاميذه اللي هم مختارين، ورفعت مختارا من شعبي، دول مختارين، دول هياخدوا الكهنوت، دول هيبشروا باسمه في العالم. طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، هتشبعوا شبع روحي، تشبع بكل حاجة. طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. يعني يقول عنكم كلام وحش، كلام شر، معلش ما تزعلش، بس يا بختك طوباكم، يعني يا بختكم. كان كلامه موجه ناحية مين؟ تلاميذه، رفع عينيه لتلاميذه. غير الموعظة على الجبل، هو ده نفس الكلام طبعا بتاع المسيح، هو ما اتغيرش، بس قاله تاني في حتة تاني في موضع سهل. رفع عينيه لتلاميذه قال: طوباكم أيها الجياع الآن لكم تشبعون، طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، افرحوا يعني وتهللوا، مش فرح بس، في فرح وبهجة، يبتسم ويبقى سعيد. فواز أجركم عظيم في السماء، يا بختك أجرك عظيم في السماء لما يقولوا عنك الناس حاجة وحشة وانت مش وحش، يا بختك. عشان كده يجي يتكلم بقى تاني في بولس عشان يقارن بين كهنوت العهد القديم موسى وهارون في كهنته، ويتكلم على كهنوت العهد الجديد. يقول في النصارى إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها، كهنوت العهد الجديد بقى، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، وأما هذا فبقسم من القائل له أقسم الرب ولن يندم أنت كاهن للأبد على تقسيم ملك صادق. يتكلم على كهنوت المسيح، كهنوت العهد الجديد. يقول كده وبيقول إن هم كانوا كهنة بيقدموا ذبائح عن نفسهم أولا ثم عن الشعب، بعد كده بيعملوا كل يوم، لكن ده بيقول فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه، ما قدمش ذبيحة عادية خروف ولا لا، قدم نفسه. وبعد كده يقول يأتي الرب كل حين أكمل بيت إسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا. يبقى مدام قال عهدا جديدا يبقى التاني بقى قديم. عشان استنتج كده معلمنا بولس الرسول قال جديدا عتق الأول،
لما قوله جديدا يبقى في عهد قديم، يبقى تاني بقى قديم. وما عتق الشيخ فهو قريب من الاحضان، ده خلاص هو كده انتهي. العهد القديم ده حاجه تانية، وقارن بين كهنوت العهد القديم وكهنوت العهد الجديد. وبعد كده اتكلم بيقول من الشيخ الى غايس في الكاسيليكون بقى، معلمنا يوحنا بيبعت يتكلم مع واحد اسمه غايس بيحبه، الذي انا احبه بالحق. واتكلم على نوعين في الكنيسه، غايس الحبيب ودريفس اللي هو بيحب يكون الاول. ايها الحبيب انت تفعل بالامانه كل ما استصنعه للاخوه والغرباء. بيمدح في غايس ده عشان هو انسان نقي وانسان طيب، الذين شهدوا بمحبتك امام الكنيسه، شهدوا انك حلو كويس، الذين تفعل حسن اشاعتهم كما يحق. يبقى بيمدح في غايس. بعد كده بيقول ايه بقى، كتبت الى الكنيسه ولكن ديوتريفس الذي يحب ان يكون الاول لا يقبلنا. هو عنده الزيت عاليه، ما يقبل، مش قابل يوحنا الحبيب اللي هو الرسول المسيح. من أجل ذلك إذا جئت فسأذكره بأعمالها التي عملها هازلا علينا بأقوال خبيثة. بتكلم عليه بأقوال خبيثة، بيشوه سمعته، بيشوشر عليه. إذا هو غير مكتفي بهذا لا يقبل الإخوة، إنسان ما يقبلش حد، مش قابل حد، بيطرد الناس. أعمال خبيثة وأقوال خبيثة لا يقبل الإخوة، ويمنع أيضا الذين يريدون ويطردهم الكنيسة. كان واحد صعب قوي قوي أيام يوحنا الحبيب، بيبعت لغايس وبيشكر فيه، وده بيورينا حال الكنيسة، في كويس وفي وحش، ولا نعصر من الوحش أبدا، بالعكس ده موجود من أيام الرسل. ديوتريفس اللي هو بيعمل حاجات مش كويسة وعايز يكون الأول، وبيهزر بأقوال خبيثة على الرسل، بيشوه سمعتهم، لكن أهو فيه وحش وفيه حلو، فيه غايس وفيه ديوتريفس في كل زمان. بعد كده البراكسيس اتكلم ان بولس وبرنابا بعد فتره يقول ان نرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينه نادينا فيها بكلمه رب. كيف هم؟ اطمن عليهم، افتقاد يعني. مهم الافتقاد ده، مهم قوي في العمل الرعوي من ايام الرسل. واشار برنابا ان ياخذ معهم يوحنا الملقب مرقس، ياخذوا معاهم يعني يبقى معاهم، لكن بولس ما رضيش، لم يستحسن أن الذي فارقهما من بنفلية ولما يذهب معهم العمل لا يأخذ أنا معه، مش راضي، مرضيش بأن يجي مرقس معه، واتخانقوا مع بعض. يقول فحصل معهما مشاجرة، شدوا مع بعض لأيام الرسل. وإن كان كده برضو في الكنيسة، لكن كل الأشياء تعمل مع الخير، حتى لو هم اختلفوا لكن هيكون خير. يقول حتى فارق أحدهما الآخر وبرنابا أخذ مرقس وسفر البحر لقبرص. يبقى برنابا الرسول خد مرقس وخده معاه. بعد كده بولس خد سيلة وراحوا سوريا وكليكية وراحوا يبشروا. يبقى كل أشياء تعمل عن خير. بعد كده بولس هيقول خذ مرقس وحضره معك، لأنه نافع الخدمة، يعرف أنه هو نافع الخدمة، وهو كل الحاجات دي كلهم بيكملوا بعض. أما بقى نلاقي الإنجيل بتاع القداس والحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح. أنتوا بتبكوا وتنوحوا، الحزن يتحول إلى فرح بعد كده، لكن حزنكم يتحول إلى فرح. وده مثل أنه المرأة وهي بتولد بتحزن بتتألم، لكن بعد الولادة بتفرح وخلاص، لا تذكر الشدة بسبب الفرح لأنها ولدت إنسان. شوف ابنها كده تنسى كل تعبها. عايز يورينا ان ده المثل ده اللي دهورنا ده اللي هيفرحنا بعد كده بالابديه، لما نروح الابديه ننسى كل الالم، ويمسح الله كل دمع من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد. وقول كده قد كلمتكم بهذا لكي يكون لكم في سلام. انا كلمتكم وقلت لكم في حزن في العالم وفي ضيق وفي بكاء ونوح، يكون بس فيه مع كل ده يكون في سلام في العالم. سيكون لكم ضيق في العالم، سيكون لكم ضيق، يعني الضيق ده في العالم موجود، في ضيقات في تجارب، لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. عشان كده أولاد ربنا لازم يدخلوا في ضيقات، لولا الدخول في التجربة في البوتقة تبقى النفوس هشة وضعيفة ما تستحملش. مهم قوي حياة الإنسان لا تخلو من التجارب، أي إنسان
حتى الأنبياء والقديسين وأيوب الصديق ويوسف الصديق كلهم دخلوا في تجارب. ما حدش يظن أن التجارب والضيقات هي للخطاة بس، لا، والأشرار بس، لا، لكن الأبرار برضو ضيقة ممكن يكون من سبب حسد الآخرين وشرهم، ممكن زي يوسف كده حسد إخواته وشرهم حطوا في ضيقة. لكن بدقات كثيرة ينبغي أن تدخلوا ملكوت الله. جميع الأبرار اجتازوا الضيقات، مهم أول الضيقة دي يكون فيها غضب عليهم، لكن منلاقي ربنا بيرعاهم بيسندهم يكون معاهم في الضيقة، زي الفتية الثلاثة في أتون النار. ربنا مش بيعفي الإنسان من الضيقة لكن بيكون معاه. ربنا يدينا أن احنا نغلب بالعالم في الضيقات كثيرة، ده بغي أن تدخل ملكوت الله. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.